والطلاق حكم شرعي، ولكن الإنسان عليه أن يصبر زي ما قال ربنا: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي صورة كاملة يسمى الطلاق، فحكم شرعي، لكن الإنسان يتريث ولا يتعجل حتى لا يقع في أمر لا تحمد عقباه. بعد الطلاق دائما بتصل محاكم وبلاغات وغيره. المهم قال: فيأتيه الأول فيقول: لم أزل به حتى طلق زوجته، فيقول: يوشك أن يتزوج. ولا ما عملت حاجة أنت، حيتزوج ثاني. فيأتيه الثاني فيقول: لم أزل به حتى عق والديه. يقول وسوست له لحد ما عق والديه، فيقول له إبليس: يوشك أن يبرهما. ما عملت حاجة، بكرة بيصالحهم وبيرجع تاني. فيأتيه الثالث فيقول: لم أزل به حتى أشرك. فيقول: أنت أنت، أيوة أنت شغال معي كويس. فيأتيه الرابع فيقول: لم أزل به حتى قتل. فيقول: أنت أنت، ويلبسه التاج. وهذا الحديث أول حاجة تستفيد منه إنه الشيطان عداوته قديمة، وما زالت هذه العداوة متجددة، يعني يوميا يسعى في إفساد حياة الناس. الشيطان طوال ساعي يفسد على الناس حياتهم، بالذات أهل الاستقامة وأهل الدين والتقى والعبادة والصلاة وأهل الإحسان. الشيطان حريص، وربنا قال في القرآن: بدأت عداوة إبليس لبني آدم منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام. ربنا قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إلى أن قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. دي في البقرة. في الكهف ربنا قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق، يعني خرج، ففسق عن أمر ربه. ربنا قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين. شنو بدل الذي يستبدل ولاية الرحمن بولاية الشيطان؟ الشيطان عنده أولياء. ربنا قال عن إبراهيم: قال إبراهيم: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان شنو وليا. وربنا يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإبليس عداوته بينة، بل أقسم الشيطان، أقسم لربنا قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس يقسم بعزة الله إنه يضلل بني آدم. وربنا في القرآن حذر: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو شنو مبين، عداوة بينة، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وربنا يقول: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فإبليس عداوته بينة وعداوته قديمة، ودائما لما يقول لك الزول ده عدوك أنت بتعمل حسابك منه، تعمل حسابك منه. كيف تعمل حسابك؟ بأن لا تتبع خطوات الشيطان. ربنا قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن اتأكدنا وعرفنا إنه إبليس عدو. والآن في فرق طلعت اسمه عباد الشيطان،
أو عبدة الشيطان، عبدة الشيطان. وهذه من الفرق التي تدعو إلى عبادة الشيطان، وتدعو إلى تمجيد الشيطان، وتدعو إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. وعندهم يعني طقوس، بعض الطقوس الماسونية وغيرها. المهم، فإنت تعرف إن إبليس عداوته بينة واضحة. قال: فيأتيه الأول فيقول: لم أزل به حتى طلق زوجته. يجي واحد من أولاده يقول له: والله وسوست له لحد ما طلق، ما عمل شيء. يقول له: يوشك أن يتزوج. والإنسان ما يتعجل في الخلافات، إنه يسعى في الطلاق. لأنه بعض الناس في بلدنا دي، إن قال للمرأة طلع السرير وما طلعته يقول لها طلقان والله، وإن هي قالت له جيب لي توب وما جاب لها توب تقول له طلقني. في أبسط حاجة طلاق. وبرضو الحلف بالطلاق، تلقى الناس طلق علي الطلاق حرم، منتشر كثير. يا ناس، الطلاق ده حكم شرعي، ما فيه تلاعب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث، جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. جد جد وهزل هزل، الطلاق والنكاح والرجعة، دي ما فيها هزار، ما تلعب سهل. يتهزر معه: والله انت عارف انا بطلقه ودار اطلقه وانت طلقانه بالهزار. بيقع، اعمل حسابك. فالإنسان ما يعني يتلاعب بالألفاظ، الطلاق والنكاح والرجعة ما فيها هزار. قال: فيقول يوشك أن يتزوج. الشيطان يقول له: يا أخي بيتزوج بكرة. قال: فيأتيه الثاني يقول: لم أزل به حتى عق والديه. وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب. فالإنسان مأمور بأن يحسن للوالدين. ربنا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين شنو؟ إحسانا. ربنا يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإحسانا. وربنا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة جاءت في بر الوالدين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنف من أدرك والديه كلاهما أو أحدهما ولم يدخله الجنة. رغم أنف يعني ألصقه بالتراب، وكناية عن الخسارة والندم. أبوك يكون قاعد وما تبره. والليلة شوف المجتمع، والليلة شوف الشباب، وشوف الأولاد كيف يتعاملوا مع الآباء والأمهات. يقول لك: والله الله الله الحاج ده كرهنا البيت ده ذات، والله. يقول لك: والله الحاج ده ما عارفين، الحاج ده ما بيفهم يا أخي. واحد بيحكي لي، والمبارح قال لي واحد بيتكلم مع صاحبه، قال لي: يا اخي الحاج ده ما بيفهم ذاته، زول بليد، انا ما لاقاني زول بليد زيد ده. ابوه تخيل والله. وثاني الامهات، البنات واحده ترفع صوتها على امها الا من رحم الله. عشان كده لقينا الان شباب الا ان يرحمه الله ويرده الى الدين. شوفوا براك، شوفوا في الجامعات عامل كيف، شوفوا في الشوارع عامل كيف، ما عنده هم الا ياكل ويشرب ويفلفل شعره ويشيل له البسته بنطلون ضيق ويشيل له موبايل كبير، ده همه. وهكذا فالانسان يتقي الله تبارك وتعالى. الله بيسالك عن ابوك وامك، احسن لهم. بل ربنا قال لك: اذا كانوا ابوك وامك مشركين برضو تصاحبه في الدنيا معروف. شوف الاسلام وسمحته، ده في قوانين سيدا، وفي ده في قوانين الامم المتحده. في قالوا عاملين عيد اسمه عيد الأم. عيد الأم ده انت عارفه، ده حقنا نحن الأم دي يوميا معنا. أي زول أمه حية ده بالكثير يوميا بيتصل عليها والله يصبح عليها، إذا كان معاه في نفس البيت. إما جا صبح على أمه ما مشي الشغل ولا ما ياو. كيف يا أمه، كيف أصبحت، ها كيف قيلتوا، كيف أمسيتوا. ده ديننا. يأمرك تبير أمك، قال أمك، قال ثم من، قال أمك. أما ذلك العمل عيد الأم، الواحد بيجي لأمه في يوم واحد في السنة، وذلك هو أصلا مما ولدته جدعته في الحضانة، بقى كبير ولو شنب يقول له: دي أمك فلانة. أبوك وينه ما معروف. يا ناس، دي ثقافة حقتنا، عيد الأم وعيد الحب. ما شفت الجماعة قبل أيام، الواحد تلقى لابس أحمر فوق من فوق لتحت، عيد الحب. وده عيد بتعزينا. واحد نصراني مات قسيس وزنى ببيت الملك، كتلوه
المسلمين بيحتفلوا بوفاة الزول عليك الله دي ما خيبة أسأل أي زول محتفل بالشغلة دي قل له أنت عارف المناسبة حقتها قل لك والله ما فالنتاين أي لا أنت المناسبة تعرفها قل لك والله قالوا شنو ما بتلقى فاهم حاجة لكن بقلد بس عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن شوف الليلة الناس بيقلدوا في اليهود والنصارى كيف أبدأ من بناء الجباب وتعظيم الموتى وإدخال القبور في المساجد واللباس والمعاملات والحلاقات والنساء في كل شيء إلا يشاء ربي شيئا شابه اليهود والنصارى والنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن تشبه بقوم فهو منهم إذا تجد تشبه بالنبي يضحك عليك والله واحد تلقى لابس له لباس وريده لافه في الحلة تقول له ده شنو قول لك ده جون سينا مولانا أي أنا مقلد الرسول التاسع طيب مالك مضايق مني وهكذا فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى ده المسلم وده الدين الإسلامي دين حق ودين عدل ودين صالح ومصلح لكل زمان ومكان وما بنطلع شفت أي الآن ضيق نحن فيه وأي مشقة وعانت نحن فيه ما بنطلع منه إلا نرجع لديننا والله ده حكم رباني ودي سنة رب كونية أو يعني شيء ربنا جابه في القرآن ربنا قال لنا في القرآن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الليلة ليه نحن في أذل الأمم الليلة نحن ليه اتسلطوا علينا أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأصنام وعباد الأوثان اتسلطوا علينا ليه لأن نحن فارقنا الدين فرطنا في ديننا والصحابة ذات زمان أي عدو بخاف منهم أي عدو بخاف منهم الليلة نحن بنخاف من أي زول أمريكا ترفع اسمنا من الحظر يا أخي حظر بتاع شو يا زول الرزق عند أمريكا ولا الرزق في الدولار قبل ما يصنعوا الدولار ده الأمة الإسلامية كانت عايشة كيف يقول لك يا مولانا طبعا والربع الخطة الربع وخمسية والاقتصاد يا زول ربنا قال في القرآن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ربنا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب زول يقول لك والله دي آيات صحيحة مولانا لكن اشتغل برضو ضير لا جكة يا زول جكة بتاع شنو ومصايب بتاع شنو دين بتاع عزة دين بتاع رفعة الفاروق رضي الله عنه قال نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين متى ما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله الله ما بينصرنا إلا نرجع له ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم هل نصر الله نحن هل عبدنا الله عبادة صحيحة شوف الجامع ده الآن فيه كم أمشي أعمل لك حفلة بيجاي بس جنب الجامع ده ممكن ناس من الجامع ده لو تب خلاص عامل فيها متقي بيصلي وبشيل النعناع تمشي الحفلة يقول لك دي ما فنان الفلانية من الجامع بيطلع طوالي الحفلة وهكذا عشان كده الآن اتسلطت علينا الأمراض والأوبئة والغلا وده كله عشان نرجع لله ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا العلماء قالوا ده بعض الذي عملنا لو أذاقنا كل الذي عملنا ما ترك على ظهرها من دابة والله نرجع للدين الحل في الرجوع للدين ما في أي شيء تاني والله يا ناس يا أخي القرآن ده ما بصدقه ربنا قال لنا في القرآن ربنا قال وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير شوف المعاصي شوف الشرك بالله تبارك وتعالى ودي الجزئية الثانية أو الجزئية الثالثة من الحديث الشيطان ولد يجي ويقول له لم أزل به حتى أشرك أنا أقول له وسوس له لحد ما أشرك بالله تبارك وتعالى شوف لو عبدت الله ألف عام والإنسان عبد الله ألف عام لكن يعتقد في غير الله أو أشرك بالله ربنا يجعل له أعماله دي هباء شنو هباء منثورا الله قال في القرآن ربنا يقول في سورة الكهف ربنا يقول قال وعن هؤلاء الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى قال فلا نقيم لهم يوم القيامة شنو وزنا ما عنده أي وزن أعمال وربنا قال في الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء شنو منثورا ليه لأنه فيه شرك وربنا غني
وربنا عزيز ما يقبل عبادة مقسمة، عبادة جزء لله وجزء لعبد الله، الله ما بيقبله. العبادة دي كلها حقت الله. صلاتك هسه كلنا صلينا لله ولا ما ياهو؟ ركعنا لله، سجدنا لله، جبهتك دي ما تخطها إلا لله، لا تخطها لقبر، لا لميت، لا لضريح، لا لقبة، لا لزعيم ولا رئيس بتاع طائفة. ربنا قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لا نشوف السجود لغير الله، والله بعيننا شفناه، سجود للبشر من دون الله تبارك وتعالى. واحد يسجد لفنان، واحد يسجد له للاعب كورة، واحد يسجد له لإنسان يعتقد فيه الصلاح من دون الله تبارك الصلاح وغيره، يسجد له من دون الله تبارك وتعالى. مصائب، ناس سجدوا لغير الله، الله كيف ما ينزل علينا المصائب؟ ناس اعتقدوا في غير الله أنه يكشف الكرب. اللي بيكشف الكرب من المسلمين. ربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الكرب اللي بيكشفه الله، لكن في ناس بيعتقدوا لا، ما بيكشف الكرب الله، ويعتقدوا في الأموات إنهم يعلموا الغيب. اللي بيعلم الغيب الله براه، ما في مخلوق وما في أحد يعلم الغيب مع الله تبارك وتعالى. زي ما بتلقى تسمع في بعض الأشعار، قوماك نزاور للأولياء الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. وربنا يقول قل لا يعلم من في السماوات من الملائكة والأرض من البشر والجن والشياطين الغيب إلا الله. أي زول أمشي لست الودع تلقى جماعة قاعدين بالصف، أرمي لي الودع، شوفي لي البخت، كده شوفيني بشتغل، كده شوفي لي أموري ماشية كيف. يا ناس ربنا قال في خواتيم سورة لقمان وما تدري نفس ماذا تكسب شنو غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فالشرك أعظم جريمة وأكبر كبيرة ربنا بعث من أجل الأنبياء والرسل. والله دي مهمة الأنبياء إنه يحارب الشرك. ربنا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وربنا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الشرك ده شنو؟ عشان ما نطول الموضوع، الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. يعني شنو الكلام ده؟ كونك تساوي الله في حاجة حقته تجيب مخلوق تاني تدخله. مثلا زي الدعاء، الدعاء عبادة صح ولا ما صح؟ ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله شنو أحدا. وربنا يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بالآيات دي عرفنا إنه الدعاء عبادة، والعبادة ما تصرف إلا لله. من دعا غير الله صرف هذه العبادة لغير الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. شرك راقد، شرك في الدعاء. والله جاءت تسمع القصائد يا الفكي حمد من الرمد ويا صابقية وقبل اللي فوق نادي هل الزوق، قبل الصعيد نادي عوض الجيد، قبل الشمال نادي بشمال، قبل القدام نادي الهمام، بالفوق قوام، قبل تحت نادي. الله وين يا ناس؟ الخلق ديل وكتل الله وين؟ الذي قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ في إله تاني بيستجيب للإنسان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس وكان غلام صغير يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. عليك الله في أوضح من كذا؟ يقول لي إذا دار تسأل أسأل الله، ما تسأل غيره، ولا بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عن الجميع من الصحابة. قال لما تناديه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. نحن الآن المعلومة دي بنقنع في ناس كتار إنه الدعاء ده حق الله براه، ما بيجوز ندعو معاه ولو النبي عليه الصلاة والسلام. الدعاء ده حق الله براه يا أخي. البصج ينقلب جنب العقبة، أي زول ينادي له واحد براه، أي زول ينادي سيده براه،
يا فلان يا فلان يا فلان يا ناس ده بص ولا يعني ده يبقى لك عفريت ولا شنو يعني عمل شنو يعني والله جت مصايب. عشان كده الشرك منتشر في الأشعار وفي القصائد وفي الكتب نشره. إن كنت في هم وغم فقم وانده ونادني بيا فلان آتيك بسرعة والسادة السادة أنا عبدا ليكم نادى. أبقى عبد لله الله يا زلمة. الله خلقك براو والله رزقك براو والله بيحييك وبيميتك فما تعبد معه غيره ما تنادي لك مخلوق. ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والله دعاء ده حق الله براو ما بيجوز يشاركوا فيه النبي من الأنبياء. الله ما بيقبل. لو ناديت نبي ولو ناديت الرسول عليه الصلاة والسلام الله ما بيقبل. لأنه هو قال قال ولا تدعو من دون الله. وفي آية تانية قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لفي الكافرون. دي صورة من صور الشرك دعاء غير الله. وأيضا من صور الشرك بالله تبارك وتعالى الذبح لغير الله. الذبح عند القبور والذبح في الجباب والذبح في الأضرحة والذبح للشياطين. لأنه بعض الدجالين وبعض السحرة لمن تمشي له بيقول لك اسمك منو وأمك اسمها منو. يقول لك جيب لي خروف أسود وجيب لي ديك أحمر وجيب لي حمامة بيضاء. الدائر ضحى منه دائرنا الشياطين الشغال معهم هو. وأول ما سألك الأسئلة دي وقال لك جيب لي أثر من المريض ولا قال لك هاك الموية دي أتفقها قدام البيت وهاك الورقة دي حريقة واتبخر بها ده يعرف زول دجال وساحر. والناس دي ما تشوفهم والله ده من أجرم خلق الله. السحرة ما من بيت إلا وتلقاه متضرر من السحر. ما من بيت من بيوت المسلمين إلا من رحم الله. يا ما فرقوا بيوت يا ما شتتوا أسر. ربنا قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ديل السحرة ديل الساحر ما بقول لك أنا ساحر. الساحر يقول لك أنا بفتح الكتاب برقد بالخيرة أشوف لك أقرأ لك الكف أقرأ لك الفنجان أقرأ لك ما أعرف لك إيه. ديل كلهم سحرة ما بجوز. في الشريعة الإسلامية الإنسان يأتي الكهان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من سحر أو سحر له ومن تكهن أو تكهن له ومن تطير أو تطير له ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. مسألة خطيرة ولا ما خطيرة؟ شديد. زول يمشي لدجال يطلع برا الدين ذاته. والعلماء قالوا إذا كان ده الوعيد المترتب على الزول اللي بيمشي للدجال كيف الدجال ذاته؟ يتعرف الدجال ده بسوي شنو عشان الشياطين يجوا؟ بيعمل عملية غريبة. تلقاه كاتب القرآن بالنجاسة وتلقاه كاتب بماء الرجال وبدم الحيض ودم الكلاب ودم الخنزير ويكتب بالزيادة ويكتب النقصان يكتب معكوس يكتب منكوس ويجدع المصحف ذاته يجدع في دورة المياه أكرمكم الله. والله جد ما من ساحر بيتعامل مع الشياطين إلا وقدم الثمن والثمن الكفر بالله. ما في شيطان بيخدم له ساحر إلا يقدم له الثمن. ربنا قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. مسألة خطيرة. شان كده الإنسان يحذر ما يمشي. لو مشيت ساي وسألت 40 يوم ما عندك صلاة. لو ما صدقت ذاته 40 يوم ما عندك صلاة. النبي قال من أتى كاهنا أو من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لا تقبل له صلاة 40 يوم. مسألة خطيرة شديد. والليلة السحر راقد راقد السحر وعنده حتى في قنوات عديد في الفضائيات وفي ناس أربابه وفي كتب بيدرسوها وهكذا. اعمل حسابك كل من دي من الأشياء التي يريدها الشيطان إنه يوقع الناس في السحر ويوقعهم في الشرك. والشرك والسحر النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم في حديث 7 الموبقات. قال اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله والسحر. شوف الإشراك والسحر لأنه السحر ناقض من نواقض الإسلام. ذول يعمل حسابه شديد من السحر. وأيضا من صور الشرك تعليق التمائم والأوراق وتعليق الكمون. تلقى ولد شاب معلق لك كمون في رقبته. ده شنو يا ولد؟ يقول لك والله ده كمون عشان ما يدوني عين. يا ذول ربنا قال في القرآن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا قال إن كل نفس لما عليها حافظ. ربنا قال عن السماء والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وربنا قال وتوكل على الحجاب على الكمون على الورقة
لا، وتوكل على الحي الذي شنو؟ لا يموت. إذا موت ما تتوكل عليه، الحي يتوكل عليه. ربنا قال يا أخي في القرآن يعظم في نفسه ويمجد في نفسه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، السنة دي النعاس ولا نوم. فالإنسان يعمل حسابه شديد من هذه الأبواب. وأيضا من أبواب الشرك بالله تبارك وتعالى الاعتقاد في المخلوق أنه يعلم الغيب أو يهب الذرية أو يتصرف في الكون، كما جاء في بعض الكتب، يعني بعض الكتب جاء فيها أنه في ناس ربنا ملكون الكون 33 سنة، والله الذي لا إله غير كتاب عديد بيبيعوا في السودانين، في واحد من السودانيين هنا قالوا ربنا ملكوا الكون 33 سنة ما نقصوا جناح بعوضة ورجعوا لرب العزة والجلال. كلام باطل وكلام شرك بالله تبارك وتعالى. فالإنسان يعمل حسابه من هذه الصور ومن غيرها من صور الشرك. الجزية الرابعة قال فيأتيه الرابع فيقول لم أزل به حتى قتل. والقتل جريمة كبيرة في الإسلام، ما بجوز الإنسان يتعدى على إنسان بالقتل. ربنا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم شنو؟ رحيمة. وقال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالإنسان يتقي الله عز وجل ويتابع النبي عليه الصلاة، أول حاجة يخلي عقيدته سليمة في الله، داري نادي نادي الله براه، داري توكل يتوكل على الله براه، داري حلف يحلف بي الله براه، داري استغيث يستغيث بي الله براه، داري يستعين يستعين بي الله براه، ويتابع النبي عليه الصلاة والسلام. ده اللي بينجينا يا ناس، والله اللي بينجينا إنه نتابع النبي عليه الصلاة والسلام. لو الإنسان يتبع أي رجل غير النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة بيتبرأ منه. ربنا قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبران. بلدي فيها كم سيد الآن؟ سادة كتار، كتارينا خمس أنفار عندهم سيد. أنت خلي سيدك الرسول عليه الصلاة والسلام، في أرجل منه؟ في أعظم منه؟ في إنسان معصوم غيره؟ خلي أسوتك، خلي قدوتك، خلي إمامك، ما بتندم وما بيتبرع منكم القيامة. لكن تاني يوم القيامة أبوك وأمك بيجروا منك، أبوك وأمك خليه رئيس الحزب ولا رئيس الجماعة ولا رئيس الطريقة ولا رئيس الطائفة. ربنا قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. السبب لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وربنا يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ربنا قال 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 الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أي محبة في الدنيا كانت على غير الإيمان والتقوى تنقلب لعداوة. فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى ويجعل أسوة وقدوة الرسول عليه الصلاة والسلام، يتابع السنة ويطبق السنة حتى تنتصر الأمة وتخرج من هذا الضيق الذي هي فيه، لأن السبب فيما نحن فيه مخالفة الكتاب والسنة واتباع الأهواء والآراء وآراء الرجال وأقوال الرجال وما كان عليه الآباء والأجداد من العقائد الفاسدة والأحزاب الضالة والجماعات. ديننا ما فيه جماعات، ما فيه أحزاب، ما فيه طوائف، دين واحد ربنا رسل به ورسول هو من أعظم الرسل. ربنا قال إن الدين عند الله شنو؟ الإسلام. وربنا قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وربنا قال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم شنو؟ المسلمين. ما في أحزاب، ما في طوائف، ما في طرق، ما في جماعات. دي كلها يوم القيامة الإنسان والله يتبرأ أربابة من الأتباع ويتبرأ الزعمة من الجماعة التحت. فالإنسان دائما يلتزم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ويسير في هذا الطريق حتى ينجو بين يدي الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا جميعا للبر والتقوى. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل ويجنبنا وإياكم منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا وعليكم الخير والرزق صبا صبا، وأن لا يجعل عيشنا كدا كدا، وأن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وماتوا وهم مقرين بذلك. إن ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وأصلي وأسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.